صدر تقرير الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر للفترة من يونيو 2017 إلى مايو 2018، والذي سلط الضوء على التطورات الرئيسية في التعاون بينهما، مع التركيز بشكل خاص على تحقيق الأهداف المحددة في إطار أولويات الشراكة 2017-2020 التي تم اعتمادها خلال مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في يوليو 2017. يقيم التقرير أو يقوم بتقييم التطورات الاقتصادية والاجتماعية في مصر مع التركيز على المجالات ذات الأولوية. وفيما يتعلق بالاقتصاد، جاء في التقرير أن مصر تنفذ خطة إصلاح اقتصادية طموحة منذ منتصف عام 2016، مدعومة من قبل صندوق النقد الدولي من خلال قرض يبلغ 12 مليار دولار بهدف استعادة الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو، وكلاهما تضرر بشدة بعد أحداث عام 2012. أضاف التقرير أن نسبة التضخم انخفضت إلى 11.4%، كما انخفضت نسبة البطالة من 11.3% في نهاية العام المالي 2016-2017 إلى 9.9 في نهاية العام المالي 2017-2018. ألقى التقرير الضوء على تعزيز قطاع استخراج النفط، لا سيما بعد اكتشاف حقل ظهر، وأشاد أيضا بقطاع السياحة واستعادت عافيته بشكل قوي في النصف الأول من العام المالي 2017-2018. دكتور مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ينضم إلي عبر الهاتف. برحب بك سيادة النائب. أهلا وسهلا بحضرتك سيادة النائب. تقرير الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، في أي إطار قرأته؟ التقرير طبعا يعني بشكل إجمالي وفي المقدمة بتاعته واضحة تماما أن هناك تأكيد على أن مصر بالنسبة للاتحاد الأوروبي، استقرار مصر والتنمية فيها أمرين رئيسيين في الاتحاد الأوروبي. دي نقطة إيجابية طبعا، أنه هو بيهتم الاتحاد الأوروبي بعملية الاستقرار، وبدليل ان هو في اطار اتفاقيه الشراكه ما بين مصر والاتحاد الاوروبي في حوالي 1.3 مليار يورو في هيئه منح الاتحاد الاوروبي بيقدمها بشكل عام في التنميه الاجتماعيه وخلق الوظائف والبنيه التحتيه والطاقه المتجدده في مجالات عده. وفي نفس التوقيت هو اشار الى ان مصر قامت بخطوات جيده في برنامج الاصلاح الاقتصادي، وده امر طبعا بالتاكيد ايجابي رغم البرنامج اللي قدمته مصر لصندوق النقد الدولي. هو برنامج صعب بالفعل، ولكن هي اجتازت مراحل كبيره جدا منه. اتمنى ان شاء الله ننتهي من هذا البرنامج في اقرب وقت. يمكن هو النهارده صندوق النقد الدولي للاسف هو ما ناقش الدفعه الخامسه اللي هي 2 مليار دولار، ما تنحطش على اجنده اعماله، انما اتوقع ان هيبقى في مناقشات وتواصل ما بين الحكومه المصريه وبين مجلس إدارة الصندوق خلال الأيام القليلة القادمة. هي أيضا الاتحاد الأوروبي بشكل عام بيحاول بشتى الصور أنه يركز على موضوع تحسين الحوكمة وحقوق الإنسان والعدالة وإصلاح الإدارة العامة في مصر، ودي توجهات المفروض خلال المرحلة القادمة مصر بتوليها أهمية. لو بنتكلم على تحسين الحوكمة وإصلاح الإدارة والخلاف، وده فدي أجزاء من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد اللي انتهت في 2018، والنسخة الجديدة منها أو امتدادها اللي أطلقه السيد الرئيس 9 ديسمبر، أعتقد أن المفروض نبتدي خطوات واسعة فيها خلال المرحلة القادمة في إطار الحوكمة وإصلاح الإدارة العامة ومكافحة الفساد. لكن على أي أساس بتتم هذه الشراكة؟ عندما ينظر شريك مستثمر إلى مصر، ينظر إلى بنى تحتية، ينظر إلى مميزات في الاقتصاد المصري وخطوات واسعة خططها بالفعل نتيجة إصلاح اقتصادي؟ بالتأكيد هو بينظر أولا على الاستقرار، ده رقم واحد. الاستقرار معناها استقرار سياسي واستقرار أمني واستقرار اقتصادي، دي ثلاث نقاط مهمة جدا بينظر إليها أي مستثمر. البنية الأساسية ده أمر مهم للغاية، وأعتقد مصر قطعت شوط طويل في خلال الأربع أو خمس سنوات الماضية في إطار البنية الأساسية، ويمكن أبرزها هو موضوع توفير الطاقة اللي هي بقت مشكلة كبيرة لكثير من دول القارة الإفريقية على سبيل المثال. فالموضوع البنية الأساسية وهذا هو الاستقرار من عناصر الجذب. نقطة ثانية طبعا بالتأكيد هو أنه بيركز على مدى الترحيب السياسي من دول أوروبا بالاستثمار في بعض الدول، وده طبعا بيتأتى من خلال خلينا أقول بعض المؤشرات اللي بتقيس عليها دول أوروبا
مدى تقدم هذه الدول في إطار الإدارة العامة والحكم وخلافه، منها الحريات وحقوق الإنسان وما إلى هذا. وأعتقد أن مصر بشكل كبير بتتواصل وبتحقق الشفافية في النقل حاليا لكافة المشاكل اللي بتواجهها في تطبيق ملف حقوق الإنسان إذا كان هناك مشاكل، وفي نفس التوقيت بتوضح أنها بتقوم بكافة الإجراءات والمعايير الدولية لموضوع حقوق الإنسان. لكن هي طبعا زي ما حضرتك عارفة أن في منظمات بتحاول بشكل أو بآخر أنها تحجم حجم الاستثمارات اللي جاية في مصر تحت مسمى بقى حقوق الإنسان، تحت مسمى سيادة قانون. ولكن بشكل أو بآخر أعتقد أن الصورة واضحة لدى الاتحاد الأوروبي، ونحتاج إلى تواصل مستمر علشان يبقى دايما واضح أمام الاتحاد الأوروبي أن احنا بنطبق المعايير الدولية في هذا. أشكرك سيادة النائب الدكتور مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.